بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا سميع يا بصير. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطانه. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قلنا كراو اللي اليوم اللي حقيقة محير العالم كله اللي أراد بالإسلام القضاء عليه نهائيا، برزون من ناس ليسوا بعرب عموما، مش معناه ما ماش في لبنان عرب، خاصة في حزب الله ما همش عرب في الغالبية، ما همش من أهل السنة. اللي أغلب أهل السنة اليوم من أكبر الخونة وأكبر المحاربين لله والمتمردين على دينه والخائنين لرسوله عليه الصلاة والسلام. شوفوهم هم يشطحوا مع أعتى أعداء الإسلام وهم الصهاينة، شوفوهم يتصالحوا يتآمروا يوحدوا كلمتهم يعاونوا بعضهم بالاستفيدات والمجرى. لكن شكون اللي منع عنهم مواصلة هذا الهذيان اللي هو نوع من الغرور اللي قال ذكر ربي كثيرا في القرآن، خاصة سورة بني إسرائيل أي الإسراء؟ ما لا، شوف الناس كيفاش قلنا ما عندهمش أصل عربي وما عندهمش سنة من خلال اسمهم اللي اختاروه، فما السنة، ومع ذلك يعملوا بالسنة ولو قليلا. أخي القليل هذاك خلاهم يطبقوا أمر الله وعدوا لو ما استطعتم من قوة. فإذا بهم بعد ما تخلصوا من كلب اللي يسمي روحه ملك الملوك شاهن شاه، ما لا بناه على أساس إسلامي ولو على درجة واحد على مليار، المفيد وصلوا إلى قوة دبلوماسية، قوة سياسية، قوة اقتصادية، قوة استخباراتية، وقوة ميدانية من الأسلحة أنواع وأشكال يطوروا فيها من غير ما ينكشف الأمر. حال العرب العكس، مكرب قدر وملعونين ما داموا على هذه السيرة، سيرة الملاعين، سيرة المتمردين على رب العالمين. اليوم هكا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا المتحدة واليابان المتحد والصين والروس اللي مفضوح بالتمام واللي مفضوح كل حد وقياسه، هذا 30% مفضوح وهذا 40% وهذا 60%، أما الكلاب الغرب 100% وربما أكثر من ذلك، 100% إن صح تعبيرنا. والسلام.